بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومن النجاح منصبا إن شاء الله، مواصلة لسلسلة تحدي الأدب العربي بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي. أنصح جميع التلاميذ الذين يتابعون هذه السلسلة أن يجعلوا كراسا خاصا بالنصوص التي سواء النص الذي حللناه سابقا أو هذا النص الثاني، ثم تجدون الصيغة أو النص بصيغة PDF في وصف الفيديو إن شاء الله، حاولوا أن تطبعوها وتجعلها في ذلك الكراس إلى جانب التصحيح، سوف تساعدك في الإجابة هذه الطريقة، والله من وراء القصد. دائما لا تنسونا من خالص دعائكم. تابعوا معي هذا النص الذي يقول فيه إيليا أبو ماضي وهو أحد أقطاب المدرسة الرومانسية. تريد أن تحل النص ينتمي للمدرسة الرومانسية؟ أول شيء تستحضر الخصائص، ثم ركز على أبرز الأسئلة المتوقعة في هذه المدرسة، الأنماط، العواطف، القيم، وخاصة يعني هذه الأمور كلها ستهمك جيد. إذا يقول الشاعر إيليا أبو ماضي: أنا من أنا يا ترى في الوجود؟ حيرة وتساؤل واستفهام، وما هو شأني وما موضعي. هنا هذه هو فقط تسقط يعني لأنه فقط خطأ مطبعي. وما موضعي؟ أنا من أنا؟ من أنا في هذه الحياة؟ الشاعر يستفهم وفي حيرة واستفسار عن موضعه ومكانه في الحياة. ثم قال لنا في البيت الثاني: أنا، بعد أن سألنا تساءل ثم قال: أنا نغمة وقعتها الحياة. أنا كالنغمة أو كاللحن الذي توقعه هذه الحياة. لمن قد يعي ولمن لا يعي، لمن يفهم ولمن لا يفهم، أنا مثل النغمة. ثالثا: سيمشي عليها السكون فتمسي. هذه النغمة التي شبه الشاعر نفسه بها أنها سيمشي عليها السكون، سرعان ما ستنسى مع الأيام، كما أن الشاعر سينسى ذكره. أنا كنغمة سيمشي عليها السكون كأن لم تمر على مسمعي وكأنه لم يسمعها أحد، فكذلك ذكري قد أموت وقد لا يسمع أي شخص بالآثار التي خلفتها. رابعا: أنا موجة، شبه نفسه في البيت الرابع بالموجة. أنا موجة دفعتها الحياة إلى أوسع فإلى أوسع، بمعنى هذه الموجة وكأن الشاعر في مشاكل الحياة ومرارة المهجر التي مر بها أصبح في حيرة عن موضعه، فشبه نفسه بالنغمة ثم بالموجة التي يعني يلعب بها أو التي تلعب في وسط البحر يمينا وشمالا عن طريق المد والجزر. ثم هذه الموجة ماذا سيحدث لها؟ في البيت الخامس: ستنحل في الشط عما قليل كأن لم تقع. هنا فقط صححوا كأن لم تقع ولم تدفعي، بمعنى أنها سرعان ما ستزول، فكذلك الشاعر كالموجة التي هي تتخبط في مشاكل الحياة وسرعان ما سيزول ويفنى بعد أن يموت. ثم قال سادسا: فيا قلب لا تغترر بالشباب ويا نفس بالخلد لا تطمعي. يا قلبي إياك أن تغتر بمرحلة الشباب لأنها ستمر، ويا نفس لا تطمعي بالخلد لأن يعني جنة الخلد يعني يوصلك لها العمل الصالح. ثم سابعا: فإن الكهولة تمضي، بمعنى بعد الشباب تأتي الكهولة، لكن هذه الأمور كلها ستمضي وينتهي بنا المطاف في الموت. فإن الكهولة تمضي كما تولى الشباب ولم يرجع، حتى الكهولة ستمضي. ثامنا: ولكن فيها جمالا بديعا. في الكهولة وفي مرحلة الشباب جمال بديع، لأن الإنسان يحس أنه مفتول العضلات وأنه قادر على فعل كل شيء، وفيها حنين إلى الأبداع، بمعنى الإنسان يريد أن يبدع في هذه المرحلة. في البيت التاسع: ومن لا يرى الحسن فيما يراه، يعني الأشياء التي هي عندك اقنع بها وانظر إلى الجانب الإيجابي في الحياة. فلاحظ نظرة أبي نواس، نظرة أبي ماضي وليس أبي نواس. لذلك قال: ومن لا يرى الحسن في الشيء الذي يراه فما هو بالرجل الألمعي. والألمعي هو الذكي، ليس ذكيا من لا يرى الحسن في الأمور التي أعطاها له الله أو الأمور التي يملكها.
فيرى نفسه دائما ناقص، فهذا متشائم. لذلك الشاعر هنا يدفع يعني يوحي لنا بأن نرى الجمال في كل شيء. عاشرا، بني وطني من أنا في الوجود، يعود إلى الحيرة والاستفهام. من أنا يا أبناء وطني؟ وما هو شأني وما موضعي؟ ما موضعي في هذه الحياة؟ ما محلي من الإعراف في هذه الحياة؟ ثم يقول في 11، أنا أنتم إن ضحكتم لأمر. ضحكت أنا أنتم، بمعنى هنا يذيب الشاعر شخصيته في أبناء وطنه. إن ضحكتم لأمر ضحكت، وأدمعكم أدمعي، يعني إن حزنتم سوف أكون حزينا. ثم قال 12، رفعتم مقامي يا أبناء وطني وأعليتموه لما قد صنعت ولم أصنع، يعني الأمور التي صنعتها وحتى الأمور التي لم أصنعها أنتم رغم ذلك رفعتم مكاني. فهنا فيه أنه يعني يعتز بأبناء وطنه وهم كمصدر إلهام ودافع له في هذا النص. 13، فلولاكم يا أبناء وطني لم أكن بخطيب، والخطيب الذي يخطب على المنابر، ولا الشاعر الساحر المبدع، ولم أكن شاعرا، بمعنى أبناء وطنه هم كل شيء بالنسبة له. 14 وأخيرا يقول، فيا أيها الليل بالله قف، ويا أيها الصبح لا تطلعي، بمعنى هنا يوحي لنا الشاعر بأنه يتمنى دوام يعني توقف الليل، و يعني أن يبقى عفوا في الليل ولا وأن لا يطلع الصبح حتى لا يخرج من هذا الجو أو الحلم الذي كان يحلمه الشاعر. فنقول إلي أبو ماضي من ديوان الخمائل بتصرف البناء الفكري، قال لك أول سؤال في البناء الفكري، لخص مضمون الأبيات الخمسة الأولى. نجيب لكم مباشرة التلخيص، ما هو مكاني؟ إذا قلت لكم فقط أن قضية التلخيص تغيرت الآن ولابد أن ينتبه لها التلميذ، وهي لا تقول يعني بدأ الشاعر بالحديث عن كذا ثم انتقل إلى كذا ثم، لا، وإنما تحدث مباشرة بلسان الشاعر واشرح، لكن التلخيص وليس أنثر الأبيات. لذلك تنبه مع السؤال، حين يقول لك لخص أجب بإيجاز واختصار، وحين يقول لك أنثر توسع كما شئت. فهنا نقول التلخيص، ما هو مكاني في هذه الحياة يا ترى؟ فمرة أراني كلحن سينسى مع الأيام، وتارة أخرى أحسبني، بمعنى أرى نفسي موجة تدفعها عواصف الحياة وسرعان ما تزول. هذا باختصار من البيت الأول البيت الخامس. ثانيا، ما مصدر إلهام الشاعر في النص؟ مثل لذلك من القصيدة. هنا هذا السؤال في مصادر الإلهام، أنا الآن سأجيب لكم عن مصادر الإلهام كلها، لكن بحسب هذا النص مصدر إلهام الشاعر يبدو أكثر في أبناء وطنه. لو قال السؤال، ما مصدر إلهام الشاعر من خلال البيت العاشر؟ هنا يظهر، هنا قرب لك المعنى أكثر. لذلك مصادر إلهام الشاعر في الشعر الرومانسي، يا إما تكون طبيعة، مصدر طبيعة تستخرج ألفاظ، نقول مصدر إلهام الشاعر هي الطبيعة، مثل نغمة، موجة، شط. مصدر إلهام الشاعر ثقافته، لأنه متأثر بالاتجاه الرومانسي وبالمذهب الرومانسي. تجارب الحياة، لأنه كان شاعرا مهاجرا ذاق مرارة الغربة. أبناء وطنه، وهذا واضح في البيت العاشر، وهنا هذا ما نقصده من خلال هذا النص، أن تبين لي أنه في البيت العاشر مصدر إلهامه، بمعنى ما هي الأمور التي جعلته يكتب، أو ما الذي دفعه لأن يكتب، بمعنى من أين استقى أفكاره إلى آخره. فتجد عناصر الطبيعة موجودة في النص، يعني تجارب الحياة دل على أن الشاعر تخبط مثل الأمواج في هذه الحياة. البيت العاشر يتضح فيه أن أبناء وطنه هم، يعني إذا كانت هناك إشارة في النص نشير لها، فنقول مصدر إلهام الشاعر من خلال النص هم أبناء وطنه، وهذا واضح في البيت العاشر، هي عناصر الطبيعة في قوله، نغمة، موجة، شط. لذلك هذه المصادر عموم. ثالثا، النزعة التأملية أين تبدو؟ قال وضح النزعة التأملية للشاعر بمثالين من النص. نقول النزعة التأملية تبدو واضحة في البيت الأول والبيت الثاني والثالث والرابع، لكن في الإجابة لا تكتب 1 2 3 4، وإنما اكتب هكذا، الأول والثاني والثالث والرابع. مثلا نأخذ على سبيل المثال، أنا من أنا يا ترى في الوجود،
مثلا هنا التأملية يستفهم هي النظرة التي ينظر من خلالها الشاعر نظرة فلسفية في الحياة، فنسميها التأملية. فنقول أنا من أنا يا ترى في الوجود؟ ما هو شأني وما موضعي؟ ثم أنا نغمة وقعتها الحياة، بمعنى يستفهم ويستفسر. فنقول هنا وتمثلت في بحث الشاعر وحيرته عن موضعه في الحياة، مثل من أنا في الوجود، أنا نغمة، من ما هو شأني، ما موضعي. الغرض الشعري للنص رابعا، ثم قال الغرض الشعري للنص، هذا الشعر التأملي يكثر عند إيليا بوماضي، غالبا تجده عنده. كيف تفهم أن القصيدة في الشعر التأملي؟ إذا وجدت الشاعر ينظر للحياة نظرة فلسفية. ما معنى نظرة فلسفية يا أستاذ؟ بمعنى يحلل ويبحث عن أسرار في هذا الكون، عن يعني الأمور التي يمر بها الشاعر، بمعنى وكأن الشاعر يعني دائم البحث عن الحقائق في هذه الحياة، يا إما أسرار الكون، قدرة الله عز وجل، يا إما يعني يستفهم عن حالته النفسية، لماذا أنا هكذا في هذه الحياة، لماذا يظلمني الناس مثلا، إلى آخره. فتلاحظ هنا نقول تنتمي القصيدة إلى الشعر التأملي، غرض شعري حديث ينظر من خلاله الشاعر نظرة فلسفية في الحياة. أما نمط النص فكان نمطا سرديا، فنقول من خصائصه أسلوب القص والحكاية، وكان الشاعر يحكي لك حكاية الأفعال الماضية، ونضيف لكم ظروف الزمن والمكان إن كانت موجودة تستخرجها وتمثل له. ثم قال خامسا، كرر الشاعر لفظ أنا مشبها نفسه بعدة مظاهر، ما مصدرها؟ علل. فنقول في الجواب، مصدر المظاهر هو الطبيعة، نغمة، موجة، الشط، ثم اجعلها بين مزدوجتين، دليل على أنك أخذتها من النص. التعليل، لأنه متأثر بالمذهب الرومانسي ويتبنى خصائصه، وخاصة مدرسة المهجر أو ما يسمى بالرابطة القلمية. في الجواب السؤال السادس، هل تجد للرحلة والحرفة أثر في صياغة نص أبي ماضي؟ نقول الجواب نعم، إن للرحلة أثر في صياغة، إن للرحلة أثرا، عفوا هنا سنكون أفصح في الإعراب، إن أثرا للرحلة، هذا اسم إن منصوب، إن للرحلة أثرا في صياغة أفكار الشاعر، حيث يعتبر مهاجرا، فتجارب الهجرة علمته الكثير، وجددت معرفته بالبشر، وأكسبته معارف إنسانية كبيرة. الجواب السؤال السابع، ما دور التساؤل الشعري في بناء معاني النص؟ نقول الجواب، كان للتساؤل الشعري دور بارز في النص، وتمثل في استدراج القارئ وجذب انتباهه وتركه يكتشف الأجوبة من خلال تنامي أفكار النص. أشرح لكم ما معنى تنامي أفكار النص، وهنا كان الشاعر ينتقل بك إلى الإفصاح عن الجواب. لاحظ، أنا من أنا يا ترى في الوجود، ثم أفصح وقال أنا نغمة، ثم أنا موجة، هذه الموجة ستنحل، ثم بدأ في الحديث على أن قلبه لا يغتر إلى آخره، لأن وصل إلى الدعاء لبني وطني، يعني لبيان قيمتي عند أبناء وطني. فتلاحظ هنا تنامي، بمعنى فكرة تجرك إلى فكرة إلى فكرة إلى أن يحصل لك الموضوع العام للنص. البناء اللغوي، قال في البناء اللغوي، أول سؤال، على ما يدل تكرار ضمير متكلم مفرد في النص؟ يدل ضمير متكلم مفرد على طغيان الذاتية، أو ما يسمى بالنزعة الذاتية عند الشاعر، وهنا وهي من أبرز مبادئ المذهب الرومانسي والرابطة القلم. ثانيا، ما هي دلالة لولا في البيت الثالث عشر؟ تدل على أنها حرف امتناع لامتناع، وتفيد الشرط غير الجازم، وهذا تنبه له. ننتقل إلى السؤال الموالي، قال هذا خاص بالأدبين خاصة اللغات، ورد في البيت الثاني فعل ناقص، حدده ثم صرفه في الأمر. الفعل الناقص هو يعي تصريفه في الأمر مع ضمائر المخاطب، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، فنقول عي، وأنت، أنت عي، وأنت عي بالياء، وأنتما عيا، وأنتم عو، وأنتن عينا، هكذا. رابعا، قال لك في الرابع، ما دور الاستفهام في تقريب المعنى وما علاقته بنفسية صاحبه؟ نجيب هكذا، نقول إن دور الاستفهام هو شد انتباه القارئ
ونقل الحيرة التي تنتاب الشاعر، بمعنى تعتري الشاعر، وجاء موافقا لحالته النفسية ويعكس تجارب الغربة التي مر بها، أصبح في حيرة. وهنا أشرح لكم الفكرة. المدرسة الرومانسية مؤسسة على الهروب من الواقع للطبيعة، هاجروا البلاد العربية، وبالتالي لما هاجروا البلاد العربية كان لديهم هدف وهم وحيد، وهو تحسين ظروفهم خاصة المعيشية. لكن للأسف اصطدموا، وجدوا أن الغرب ماديين، لا يؤمنون إلا بالمادة، وهم أصلا هربوا من واقع مرير، وبالتالي أصبحوا في حيرة واضطراب نفسي، وهذا عكسته القصيدة بصدق. خامسا، الصورة البيانية سيمشي عليها السكون، استعارة مكنية، واضح لأنه فيها معنى مجازي، فالسكون لا يمشي، وبالتالي نقول في الشرح تشرحها هكذا، ومن الأفضل أن تستعملوا جدول. الصورة نوعها، شرحها وأثرها في المعنى. الشرح شبه السكون بإنسان وترك قرينة دالة يمشي على سبيل الاستعارة المكنية. الأثر تشخيص السكون في صورة إنسان وتقوية المعنى، أو نقول تشخيص المعنوي في صورة المحسوس، حيث شخص السكون في صورة إنسان، هذا هو التشخيص إذا شبهه بإنسان، وتكون تجسيد إذا شبه شيئا بشيء غير الإنسان هكذا. سادسا، ترجمة الأنا. ترجمة الأنا في البيت الحادي عشر، تبدو في البيت الحادي عشر، لأن الشاعر وكأنه يبرئ الآن التي ذكرها في البداية، وكأنه يشير لنا بأن هذه الآن التي ذكرها في البداية أنه ليس أنانيا وليس نرجسيا. فنقول هنا يعني ترجمة الآن تبدو في البيت الحادي عشر، وهذا في قوله أنا أنتم إن ضحكتم لأمر ضحكت وأدمعكم أدمعي. فهنا ترجمة للتواضع، بمعنى إن حزنتم سأحزن معكم لأنني منكم، وإن ضحكتم سوف أضحك وأكون سعيدا، وهذه قمة التواضع من إلياب الماضي. ثم أيضا فيها إشارة أيضا في البيت الثاني عشر، إلا أن البيت الحادي عشر أوضح. سابعا، وهذا خاص بالأدبيين، هنا يتابعون الأدبيون، فنقول لغة الأدب والفلسفة. قال محمود درويش: لأن نحملق في ساعة النصر، لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية. لأن نحملق في ساعة النصر بسكن الراء، لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية. لو قطعتم هذا وهذا تجدون أنه نفس البحر، وهو فعول 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 فعول. هنا أشير لكم إلى طريقة التغني، أبسط طريقة لتستخرج البحر تغنى به وتدرب على هذه الطريقة، أنصحك بذلك خاصة إن كنت أدبيا. لاحظ في قول إلياب الماضي: أنا من أنا يا ترى في الوجود، أنا من أنا يا ترى في الوجود، وما هو شأني وما موضعي، فعول 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 فعول، عن المتقارب قال الخليل. أظن أن صوتي يعني لا يصلح للغناء. المهم تلاحظ أنه بحر المتقارب، فنقول هنا فعول 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 فعول، إلا أنك في الشعر الحر ستجد أن فعول الأخرى تبدأ من هنا فتكملها لا ليلة، حين تكملها لا ليلة في ليلنا تجد هكذا لا ليلة في ليلنا، فتكمل ف ثم تصبح لك هنا عول هكذا. يعني نستنتج أن تفعيلات أبي ماضي جاءت تامة متواترة، بمعنى تامة، فعول 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 فعول، عن المتقارب قال الخليل. أما تفعيلات محمود درويش جاءت ناقصة، بحيث في السطر واكتملت في السطر الثاني، لاحظ ناقصة هنا الفاء ثم عول تكمل في لا ليلة في ليلنا المتلألئ. هذا هو الاستنتاج باختصار، تنتمي القصيدة إلى بحر المتقارب، عن المتقارب قال الخليل، فعول 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 فعول. ننتقل بكم للتقويم النقدي دون إطالة. قال لك في التقويم النقدي، وهذا تنبه له جيدا، قال في التقويم النقدي: وربما يأتي حتى سؤال جزئي للعلميين، لذلك تنبه لهذه الظاهرة. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. ثم قال أبو تمام: ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشرى أو يشترى أو يرجع. دل على نظير هذه المعاني في النص، وسمي هذه الظاهرة النقدية مبرزا أثرها في المعنى. فنقول نظير هذه المعاني في عجز البيت السادس
في قوله ويا نفس بالخلد لا تطمعي. هنا يا نفس بالخلد عفوا يا نفس بالخلد لا تطمعي لا تطمعي، هذا موافق للآية الكريمة في قوله كل نفس ذائقة الموت. وفي عجز البيت السابع تولى الشباب ولم يرجع، موافق لبيت المتنبي حين قال ولى الشباب حميدة أيامه، فنقول هنا يبدو في عجز البيت السادس وعجز البيت السابع نسمي الظاهرة التنص، لا تقل لا اقتبس ولا تضمين. لماذا يا أستاذ؟ لأنك في العصر الحديث، إذا كنت ضمن نصوص العصر الحديث من المدرسة الكلاسيكية، المدرسة الرومانسية، مدرسة الشعر الحر، وأتاك سؤال كهذا فأنت تسميها ظاهرة نقدية تناص، مصطلح نقدي حديث. في عصر الضعف والانحطاط نسميه التضمين إذا كان في الشعر، وإذا كان من القرآن نسميه الاقتباس. أما في العصر الحديث احفظ التناص، هو تلاقي وتقاطع النصوص بحيث يحيلنا على المرجعية والخلفية الثقافية للشاعر، وأن الشعراء لا ينطلقون من فراغ، فنقول نسميها التناص أثره الإحالة على المرجعية الثقافية للشاعر وتقوية المعنى. إلى هنا أتمنى أنني كنت ضيفا خفيفا عليكم وأنكم فهمتم. إن استفدتم فعلا شاركوا هذا العمل لوجه الله، لا تنسونا من خالص دعائكم، وادعوا للوالدة الكريمة بالرحمة والمغفرة وجميع موتى المسلمين، لا تنسوا أن تنظموا هذه الأعمال في كراس خاص، وإن شاء الله سيكون النجاح من نصيبكم. لذلك ثق بالله، استعد جيدا، لا شك أن النجاح من نصيبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.